السيد الوالد مشكورا نعقد الدوره الاستثنائيه لهذا اليوم للتبرك بنقاط ذات طابع خاص وبعضها ذات طابع استعجالي كما توسطتم بذلك وكما تم يعني التطرق لهذا في اجتماع اللجان المشتركه. ما هي هذه اتفاقيه اطار اللي فيها الدور ديال كل واحد وفيها الدراسه المارشي ديال الدراسه ديال لابيل ا لا كونكورونس راه غادي يخرج للوجود في الاسبوع المقبل والعروض اللي غتجي بها يعني الشركات اللي غتكلف بهذا المنجزه ديال المطرح هي اللي غتحدد فين وشحال المساحة وكذلك التقنيات والهدف ديالنا الأساسي كاملين هو يكون أقل نسبة ممكنة من المواد الملوثة. مازال ما لقيتوش الأرض؟ ما يعني ماشي ما لقيناهاش مازال ما حددناهاش. دونك هذيك الأرض اللي كانت سابقة اللي كانت توافق عليها وكان سابقا والسيد العامل كان هناك نقاش بحولها باقي النقاش هي اللي غادي تكون لا بقى موضوع النقاش قد تكون هي قد تكون واحدة أخرى انا في حسب العلم ديالي ما حددناهاش الحل ديالي هما المشاريع اللي احنا بصدد اطلاقها السيد الوالي راكم سمعتوا والمخطط التنموي ديالنا الا شفتوه اي بيراه لكم هادشي هو عاطين لهاد الاشكاليه ديال التنقل اولويه كبرى والا شفتوا حتى التركيبه ديال الميزانيه ديال هاد المخطط او البرنامج التنموي ديال الجهه الموضوع اللي كياخذ اكبر حصه هو التنقل دونك كاين طرقات كاين النقل السككي واظن ان بحال اللي كيقولوا الفرنسيين لو سالو يعني الفرج غادي يجي من هذا الحل ديال النقل السككي واللي راه حنا خدامين معاه بجديه بواحد العمق وبواحد السرعه ومهنيه من اللي كيقوم بها المكتب الوطني للسكك الحديديه وان شاء الله سيعلن عن هذا في وقته. ابرز مشكل في النقل السككي ديال ليغور كما تيقولوا ماشي مشكل هو المشكل ديال الثمن هو انه الناس اللي ساكنين مثلا في بوسكوره وخدامين في عشرة كل حاجه في وقتها واش غيكون دعم ديال التذاكر ديال مروان سير مثلا كما واقع مع الترامواي ضروري 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 لان لا معلوم كاين لان ما شنو هو الهدف من هادشي كله هو اننا نحاولوا ان المواطن ديال الجهه عموما وديال الدار البيضاء الكبرى بالخصوص ما يبقاش يستعمل السياره ديالو الخاصه او الا نادرا خاصه في يعني في ايام الاسبوع لان اولا فيها مشكل ديال الاكتظاظ وثانيا فيها مشكل ديال التلوث فهذه من بحال واحد الفاكسان ضد التلوث فإلى قدرنا نوصلوا لهذا الحل وغادي ان شاء الله نوصلوا له لان كل شيء باغي يوصل ليه فراه غادي نكونوا فكينا واحد العدد المشاكل هادشي غيطلب شويه الوقت راه ماشي سويتشي وتزيد راه كيطلب واحد شويه الوقت وغادي يجيو الدراسات ولكن ضروري هادشي خصو يكون واجد قبل لا كوب دي موند.